السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وهذا هو جهاز النوت 3. نفس حجم النوت 2 ولكن الحواف اللي موجودة صغرت بشكل أكبر، فعطت مساحة لشاشة أكبر 5.7 إنش، وبالتحديد 5.68 إنش، والشاشة هذه فول اتش دي بدقة جدا عالية، وهي من السوبر أمولد نفسه من نفس سامسونج. خلونا نتكلم على المعالج. المعالج اللي موجود جوا هو 2.3 كواد كور، رباعي نواة، وسرعة 2.3، يعني حتى أسرع من نفس الإكسبيريا ألترا زي اللي هو الكبير ذاك شفناه. الذاكرة حطوا فيه 3 جيجا بايت، حطوا فيه اس دي، وحطوا فيه برضو الاس دي اللي يدعم الى 64 جيجا. نظام التشغيل اللي موجود عندنا، خلنا نروح 4.3 هو نظام التشغيل حق الاندرويد هذا اللي نشغله، هذا ملاحظين الجليبين حقه. اوكي، هذا هو نظام التشغيل اللي موجود اللي هو الجليبين على نفس الجهاز. نتكلم برضو عن كاميرا خلفيه هنا 13 ميجا بيكسل الاوتو فوكس كاميرا، والكاميرا الاماميه 2 ميجا بيكسل، نفس التوقعات اللي اعطيناها على الفيديو حقنا. برضو عندكم بطاريه 3200 ملي امب، وتكلموا ان البطاريه هذه حتقعدك يوم بالراحه. تطورت عن اول في تشغيل الفيديوهات ومده تشغيل الفيديوهات بنسبه حوالي 30%. وبرضو قاعدين نتكلم على وزن 168 جرام، نفس حجم النوت 2. فملاحظين هذا هو النوت 2 ونفس الحجم تقريبا، الزوايا اختلفت وصناعة الزوايا اختلفت. برضو عندكم الجهة الخلفية اختلفت، لأنه هنا عندكم بلاستيك ليذر نفس الجلد أضافوه في الجهة اللي هنا. عندكم الستايلر موجود في نفس المنطقة، ولكن المايكروفون حطوه في الجهة اللي تحت، بدل ما المايكروفون هنا الميكروفون صار هنا تحت منطقي أكثر. فتحت هنا اليو اس بي. الجهة اللي فوق موجود عندكم فتحات السماعة، وموجود عندكم انفراريد برضو أضافوه للنوت 3. القلم طوروا في القلم كثير. القلم بكل بساطة اضغط على الزر وقربه على الشاشة بيعطيك الأوامر اللي هي موجودة. الأوامر هذه اللي هتكلموا عنها أوامر الاير كوماندز نفسها، الأوامر الهوائية، من خلال أوامر هوائية على طول بكل مكان بأي مكان في نفس الجهاز أقدر أوصل لأشياء محددة، زي مثلا أقدر أسوي بين ويندو. بين ويندو هنا بكل بساطة أعطي حجم مربع لقوائم البيانات اللي نبيها. هذه بين ويندو أعطيه حجم قائمة البيانات النافذة الثانوية اللي أبغاها، فأقدر مثلاً أحط الحاسبة، ومن الحاسبة هذه أقعد أستخدمها بكل راحة وين أنا ما كنت على الجهاز نفسه. أقدر أعطي برضو قوائم إنه عندك هنا القائمة الثانوية. تعرفوا تعدد المهام، لما قلنا اليوتيوب تقدر تحطه على نص شاشة. طيب حطينا هنا يوتيوب كامل، وبرضو أبغى واحد ثاني يوتيوب أحطه في الشاشة، وصار عندي نفس التطبيق مرتين، أقدر أغير بحجمهم، والتطبيق هذا موجود مرتين على نفس الجهاز، شيء جدا جميل. الهانج اوتس نفسها برضو أقدر أسوي فيها نفس الشيء، الهانج اوتس موجودة هنا، كبر هذه الشاشة، موجود عندي صار الحين تطبيقين. القلم والمواصفات حقته كلها بنتكلم عنها بشكل مفصل، النوت 3 بنعطيكم إياه بشكل جدا جدا مفصل. أخوكم فيصل السيف، لا تنسوا عندك أنا اضغطوا على الاشتراك في القناة اللي مكتوب عليه سبسكرايب، اضغطوا عليه من خلاله إن شاء الله بتحصلوا على آخر شيء، وبرضه بعطيكم الفيديوهات الباقية حقت النوت 3 من هنا من برلين. وبرضه اشتركوا في المسابقة، عندنا مسابقة فيه جوائز، 5 جوائز، بجيب لكم تفاصيل الشكل، تفاصيل أشياء أخرى وتجربات أكثر من النوت 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تنسونا من اللايك.